فضاء رقمي يعرض تشكيلة واسعة من الخدمات الرقمية، لا سيما ما تعلق بمنصات التكوين والتعليم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المكتبات الرقمية. هنا بمعرض الجزائر الدولي للكتاب، التكنولوجيا وتطبيقاتها في خدمة الكتاب. عبر اشتراك بسيط جدا يستطيع المواطنون الوصول إلى مئات الآلاف من الكتب وقراءتها، وكتب وكتب صوتية، وبتطبيق يتم تنزيله أو عبر السيت ويب. توظيف التكنولوجيا لصالح الدفع بقطاع التعليم العالي نحو رقمنة الخدمات التعليمية التي يقدمها، توجه تعكسه المكتبة الرقمية التابعة لديوان المطبوعات الجامعية، مكتبة تعرض كتبا رقمية في مختلف التخصصات. تنفيذا لسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رقمنة القطاع، تم إنشاء المكتبة الرقمية إقرأ، والتي تحتوي على أكثر وتحتوي على 3588 عنوان في جميع التخصصات، حيث تم نشر 53 عنوان جديد بالنسبة لهذه السنة. الإضافة التي قدمتها هذه المكتبة الرقمية هي تخفيف العناء تنقل الطالب إلى المكتبات، على وفرتها جميع التخصصات وفي المجال العلمي والأدبي، وأيضا مجانية للطالب. دعم الإنتاج العلمي والفكري من خلال مرافقة الكتاب والباحثين لتسويق إصداراتهم رقميا، من شأنه إعطاء نفس جديد لعالم الكتاب الرقمي في الجزائر. كنت من محظوظين جدا لأنه تزامن إصدار هذا الكتاب كان مع موقع إقرأ لديوان المطبوعات الجامعية، اللي ساهم في نشر وتوسيع إلى أكبر رقعة، والتعريف بالمثقف الجزائري ودور النشر الجزائرية إنها ما تبقاش غير محلية. وفي ظل توجه الجزائر نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، يواصل الكتاب طريقه للحاق بالركب من خلال الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الجديدة، خدمة للإنتاج الفكري والقارئ الجزائري.